كوزي في كل مكان. اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات حبيبتي مدارس الاحد. حقيقي وحشتونا قوي 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 من المرات اللي فاتت، وللامانه النهارده معانا مفاجآت كتيره جدا جدا هتتبسطوا بيها قوي قوي. ومن احلى واجمل الحاجات اللي معانا النهارده اللي هي بتوحشني قوي 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 وانا بحبها قوي قوي، معانا النهارده صاحبتنا مولي. يا مولي وحشتيني قوي قوي انت وكل اصحابنا. اه مس كوكي، حضرتك كمان وحشتيني جدا جدا، وكل اصحاب حبيبتي مدارس الاحد وحشتوني قوي من المرات اللي فاتت. انت جميله قوي قوي يا مولي، وعلشان كده بصراحه انا مشتاقه قوي ان انا ابدا بسرعه الحلقه بتاعتنا النهارده مع كل اصحابنا اللي بيتفرجوا علينا. فاحنا محتاجين يا اصحابي نبدا حلقتنا زي ما متعودين يا مولي. هنبداها بالايه؟ بالصلاه. برافو عليكي، فعلا هنبداها بالصلاه. علشان كده كل اصحابنا اللي بيتفرجوا علينا يقفوا ويستعدوا علشان يصلوا، والبنات اللي فيهم يروحوا بسرعه بسرعه يجيبوا الاشارب بتاعهم، وانا كمان اروح اجيب الاشارب بتاعي، وانت يا مولي جيبي الاشارب بتاعك. اوكي يلا اصحاب حبيبتي مدارس الاحد، يلا كل البنات نجيب الاشارب وكلنا هنقف حلوين، ولاد وبنات. برافو عليكم زي الملايكه. ياه ايوه انا خلاص جبت الاشارب بتاعي، واكيد كمان كل اصحابنا البنات جابوا الاشارب بتاعهم، وزي ما مولي قالت لنا كلنا واقفين كده زي الملائكه علشان نصلي مع بعض. يلا بينا يا مولي نصلي مع بعض. يلا يلا بينا. بسم الاب والاب والروح القدس الاله الواحد امين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وفي كل ساعه في السماء وعلى الارض مسجود له ممجد، المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة، الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطي مثلما يرجع ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تلبطنا، سهل حياتنا وارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نيتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجينا من كل حزن رديء ووجع قلب، أحطنا بملائكتك القدسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجدك غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد آمين. نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال. نشكرك يا رب على نعمة حبيبتي مدارس الأحد. نطلب منك يا رب إنك تكون معانا كلنا وتحافظ علينا وتخلينا النهاردة نستفيد ونتعلم حاجات جديدة مع بعض. آمين. بشفاعة أم النور العذراء مريم والبابا كرولوس والبابا شنودة وكل مصاف الشهداء والقدسين، اسمعنا يا رب لما نقول لك بكل شكر. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. بسم الآب والاب والروح القدس الإله الواحد آمين. تعيشي وتصلي يا مولي، وتعيشي وتصلي يا كل أصحاب. تعيشي وتصلي يا بستي. قوليلي بقى يا مولي، انتي كان عندك خبر حلو قوي قوي قلتهولي قبل ما نبدأ حلقتنا. يا ترى هتقوليه لأصحابنا ولا مش هتقوليه، ولا هتعملي ايه؟ لا طبعا هقوله، وصراحة كده يا مستي هو في خبر حلو
وفي خبر مش حلو. يا خبر يا مولي، قلقتيني قوي. يعني انا اتبسطت بالخبر الحلو، بس في كمان خبر مش حلو. خير يا مولي؟ في ايه؟ قوليلي بسرعه. بص يا مستي، الخبر الحلو ان انا جالي دور في مسرحيه حلوه قوي، وانا بحب امثل جدا. الله، ده الخبر الحلو. ايوه، ما انا بصراحه يا كل اصحابي، اول لما مولي قالت لي على الخبر الحلو ده بصراحه زقططت وكنت مبسوطه قوي، عشان شكرا. مولي شاطره قوي قوي يا اصحابي، بتمثل حلو جدا. بس انت برضو قلقتيني، هو ايه الخبر اللي مش حلو يا مولي؟ الخبر اللي مش حلو هحكي لك. قولي. كلموني يا مستي في المسرح وقالوا لي يا مولي يا شقيه يا جميله، تعالي علشان تعملي الدور ده، وبعتولي النص بتاع المسرحية. قريت الدور وعجبني، بس حسيت انه محتاج شوية اضافات كده وتعديلات وحاجات كده كتير. رحت ماسكة الورقة والقلم وهتتك بتتك يا مولي، هتتك بتتك، وعدلت فيه شوية حاجات. لما رحت البروفة واحنا بنقول، انا كنت بقول من الكلام اللي انا عدلته، فصحابي اتلخبطوا وانا كمان اتلخبط. يا خبر يا مولي، في حد يعمل كده برضو؟ مولي عملت كده. المهم وقت الاستراحة بقى رحت المخرج بتاع المسرحية واقترحت عليه شوية اقتراحات كده. يعني قلت له ايه رأيك بقى نعمل الاضاءة كده وكده، وايه قلت له صحيح عندي فكرة حلوة قوي للموسيقى، بس مش عارفة ليه لما قلت الكلام ده للمخرج، المخرج قال لي يا مولي لو ما التزمتيش بالنص هنلغي الدور بتاعك. انا ليه كده؟ ده انا كنت عايزة اساعدهم، بس هما رفضوا مساعدتي. يا روحي انت، لا خالص، انا مش عاوزاكي تزعلي ولا تتضايقي يا مولي، بالعكس انت بنوته جميله وفعلا كانت نيتك حلوه قوي، بس هو انت مش قادره تعرفي هي المشكله فين بالظبط. ما هو انا بقى مش فاهمه المشكله فين. كل الحكايه كنت عايزه اتعاون معاهم واساعدهم عشان المسرحيه تبقى جميله وكله ينبسط منها والدنيا تبقى تمام. طيب خليني اقولك يا مولي ان انت جميله قوي قوي. ميرسي يا مستي، فعلا نيتك حلوه قوي في ان انت تساعدي اللي حواليكي وتتعاوني معاهم عشان الحاجه تطلع احسن. بس بصراحه يعني اللي انت عملتيه ده يا مولي ما اسموش تعاون خالص. انت كنتي عاوزه تعملي كل حاجه وما تخليش حد يعمل حاجه خالص، وده كده مش معنى التعاون. بصراحة أنا كان نفسي أعمل الدور، بس يلا ما علينا، في فرص جاية بقى إن شاء الله تبقى أحلى بإذن الله. يا مولي ليه بتقولي كده؟ على فكرة المخرج قالك لو التزمتي بالنص هتعملي الدور، صح ولا غلط؟ صح. طيب يبقى احنا لازم نلتزم بالنص. عارفة ليه يا مولي لازم تلتزمي بالنص؟ ليه؟ علشان اكيد المسرحية كلها يا مولي بتوصل هدف معين، صح كده؟ واكيد كل واحد فينا بيعمل دور جوه المسرحية علشان يوصل الهدف ده لكل اللي بيتفرجوا عليها، صح ولا غلط؟ ما انا كنت عاملة دور ما حصلش بيوصل كل الاهداف. ايوه، ما انتي شطوره قوي، بس انتي لما قعدتي تعدلي في حاجات كتيره وتقولي رايك في ده ورايك في ده ورايك في ده، ممكن تكوني بتبعدي عن الهدف الاساسي، صح ولا غلط؟ قوليلي صح ولا غلط؟ صح. يبقى ايه رايك ما نزعلش من اللي فات بس نتعلم منه؟ يعني مثلا اول حاجه نلتزم بالنص عشان ناخد الدور واجي اتفرج عليكي انا وكل اصحابنا وانتي بتمثلي حلو قوي. ايه رايك؟ بجد تتفرجوا عليا؟ اه طبعا. انتي قولي لي بس الميعاد. ماشي ماشي. طيب وايه رايك بقى، بما اننا في حاجه كده غلط عملناها لازم نتعلم منها زي ما متعودين، فايه رايك بقى النهارده انا وانتي مع كل اصحابنا نتكلم عن التعاون ونفهمه اكتر؟ صح. ما بلاش، لحسن عمو المخرج هنا كمان يقول مولي بتعمل مشاكل ويمشيني. يا مولي يا شقية، انتي عمو المخرج بيحبك قوي وانا بحبك قوي، كل اصحابنا كمان بيحبوكي قوي، ومش هيعمل كده خالص، مش هيمشيكي. شكرا يا مستي. طالما فهمنا التعاون صح وكمان نفذناه صح. تمام، يلا فهميني التعاون صح علشان اعرف انفذه صح. ايوه،
ايه رأيك بقى علشان نفهم التعاون صح انا وانتي مع كل اصحابنا نروح الاول زي ما متعودين نشوف الآية بتاعه النهارده نحفظها مع بعض بالعربي وبالقبطي وبعد كده بقى نفهم اكتر التعاون كده، ايه رأيك؟ فكرة جميلة. طيب يلا بينا نشوف الآية مع بعض. الآية يا ترى بتقول ايه؟ يلا بينا. شوب إيروتين نمني اتشوني سنين دو دوفا تسلوني كل أولى 5-14 والآية بس ما لحقتش احفظها. ايوه ما احنا هنحفظها بقى مع بعض يا مولي لان الايه صغننه جدا، تعالي نحفظها مع بعض الاول انا وانتي وكل اصحابنا. ايتنا صغنونه قوي قوي وكلامها جميل قوي. الايه بتقول اسندوا الضعفاء تسالونيكي الاولى 5-14 اسندوا الضعفاء تسالونيكي الاولى 5-14 الإصحاح الخامس آية 14، يبقى الآية بتقول إيه؟ اسندوا الضعفاء تسالونيكي الأولى الإصحاح الخامس آية 14. برافو عليكي، أنتِ شطورة خالص، تعالي نحفظها بقى مع بعض بالقبطي. الآية بتقول إيه بالقبطي؟ هقولها لك مرة كاملة كده وبعد كده نحفظها سوا، أوكي؟ ماشي. الآية بتقول شوب إيروتين نمني اتشوني. يلا تعالي نحفظها حتة حتة. ماشي. شوب إيروتين شوب إيروتين نمني نمني اتشوني اتشوني تاني شوب إيروتين شوب إيروتين نمني اتشوني نمني اتشوني على بعد بقى شوب إيروتين نمني اتشوني شوب إيروتين نمني اتشوني. شطورة خالص، يلا قولي لي الآية بالعربي وبالقبطي لوحدك. يلا شوب إيروتين نمني اتشوني اسندوا الضعفاء تسالونيكي الأولى 5-14 شطورة خالص خالص يا مولي، خدي تعفة كبيرة قوي قوي قوي. شكرا يا مستتي. أنا عايزة أقول حاجة. قولي لي يا مولي. يعني إيه سند الضعفاء؟ يعني كده لو لقيت حد عجوز ومعدي أروح أسنده بسرعة عشان هو ضعيف؟ بصي إسناد الضعفاء دي حاجة عامة، يعني عامة؟ يعني إيه دي حاجة شاملة كل حاجة، اسندوا الضعفاء في كل حاجة، يعني الضعفاء لو هكلم ضعفاء جسديا إن زي ما أنت قلتي راجل عجوز محتاج حد يسنده أو حد يساعده، طبعا المفروض أسنده، ممكن كمان أسند حد ضعيف روحيا، يعني مثلا حد مش بيروح الكنيسة يا مولي من أصحابي أشجعه؟ برافو عليكي، مثلا مش بيروح القداس ومش بيتناول أكلمه واخده معايا. برافو، مثلا مش بيقرا في الكتاب المقدس نتشجع ونقرا سبا. برافو عليكي، هي احنا المفروض نسند بعض ونساعد بعض ان احنا نعيش حياه حلوه على الارض علشان في الاخر نتمتع بحلاوه العشره مع بابا يسوع. ياه دي بالظبط بالظبط زي التعاون. برافو عليكي، انت شطوره خالص خالص خالص. علشان كده يا مولي احنا محتاجين نتعاون دايما بالطريقه الصح. بالطريقه الصح؟ ام ستي هو في تعاون صح وتعاون غلط؟ مش فاهمه دي. طبعا في، ما انا هقول لك بقى، هي حدوته حلوه قوي هنقعد نحكيها مع بعض ونشوف كل التفاصيل بتاعتها، بس ايه رايك الاول انا وانتي مع كل اصحابنا نروح نسمع ترنيمه حلوه قوي قوي وبعد كده تقولي بسرعه نحكي الحدوته، ايه رايك؟ اتفقنا. يلا بينا. يلا بينا. عايشين في كل محبة بنظام حلو زي السكر شفتوا
شفتهم حلو زي السكر، شفتهم لما ويسحبها عاملين بيت حلو صغير عايشين في كل محضر، بنظام حلو زي السكر. انا بتعلم هنا على الارض اكون لسه ما مستعد، واسمع اسمي بصوت مسمع بسرعة تعالى بحضني يا صاح. انا بتعلم هنا على الارض اكون لسه ما مستعد، واسمع اسمي بصوت مسمع بسرعة تعالى بحضني يا صاح، واسمع اسمي بصوت مسمع بسرعة تعالى بحضني يا صاح، بسرعة تعالى بحضني يا صاح. شفتي النملة؟ أيوة دي كانت شاطرة قوي. أيوة دي حقيقة، وبصراحة ترنيمة حلوة قوي قوي قوي، أنا بحب الترنيمة دي قوي يا ماما. وأنا كمان. أنتي شطورة خالص خالص. طيب أنا زي ما وعدتك أنتي وكل أصحابنا إن أنا هحكي لكم حدوتة حلوة قوي قوي، تبقي مركزة معايا؟ مركزة جدا. طيب ماشي، بصي بقى يا مولي أنتي وكل أصحابي. في يوم من الأيام كان بابا يسوع بيعلم في بيت من البيوت، والمكان ده او البيت ده كان زحمه جدا جدا جدا، وفي الوقت ده كان في شخص مفلوج. يا حرام، مفلوج؟ اه. يعني المفلوج ده يا مالي يعني شخص مش بيعرف يتحرك. يا حرام. اه. والشخص المفلوج ده يا اصحابي كان عنده اربع اصحاب. فاول لما اصحابه عرفوا ان بابا يسوع موجود في المكان ده قالوا احنا هناخد صاحبنا ده وهنروح بسرعة بسرعة عند بابا يسوع علشان ان شاء الله ان شاء الله يعني ايه ربنا يعمل معجزة ويشفي. برافو عليهم. ايوة، وفعلا اتعاونوا مع بعض علشان يساعدوا صاحبهم المفلوج. ياه. وراحوا المكان فعلا اللي فيه بابا يسوع يا مولي. بس اول لما راحوا لقوا ان الدنيا زحمه جدا جدا جدا. يا خبر. اه، ما كانوش عارفين يدخلوا خالص يا مالي، مش عارفين يخشوا ازاي. طب وبعدين؟ قعدوا يبصوا كده يحاولوا مع الناس على الباب انه يوسعوا لهم عشان يدخلوا، برضو ما عرفوش. فقعدوا يشغلوا دماغهم شويه، طب ممكن نخش منين ممكن نخش منين، راحوا عند الشبابيك على الاقل حتى ينطوا منها فكره حلوه وحد يمسك صاحبهم وكده. راحوا عند كل الشبابيك يا مولي، برضو ما عرفوش يدخلوا من كتر ما الدنيا زحمة جدا جدا جدا. وبعدين قعدوا يفكروا يعملوا ايه يعملوا ايه عشان يقدروا يساعدوا صاحبهم المفلوج. فجت لهم بقى فكرة حلوة قوي قوي، قالوا ان هم بسرعة بسرعة يطلعوا على السطح بتاع البيت ويفتحوا فتحة كده في السقف، وهم الاربعة هيمسكوا بقى صاحبهم المفلوج ده بالسرير بتاعه وينزلوه من فتحة السقف فوق دي بحبال لغاية لما ينزلوه قدام الرب يسوع على طول. يا خبر، دي حتة خطة انما تمام. برافو عليكي فعلا، وعاوزة اقولك يا مولي فعلا خطتهم نجحت. بجد؟ ايوة، وربنا فعلا شفى المفلوج. يا دي قصة حلوة قوي يا مستي، يا بخت المفلوق بأصحابه. أيوة دي حقيقة فعلا، القصة حلوة قوي قوي، وعشان القصة حلوة قوي قوي احنا محتاجين بقى ايه نركز فيها كويس قوي يا مولي، ونقعد نحلل فيها علشان نفهم معنى التعاون. نحلل فيها؟ نحلل فيها دي يعني هنعمل لها ايه؟ هقولك، نحلل دي يا مولي يعني هنركز في كل التفاصيل الصغنرة بتاعتها، يعني هنفصصها نفصصها. اه، هنقعد نفصصها نفصصها ونطلع بمعلومات حلوة قوي. ماشي، مركزة معايا؟ اوكي مركزة. طيب بصي بقى يا مولي انتي وكل اصحابنا. ماشي. احنا اتفقنا ان هم اربعة اصحاب اتعاونوا مع بعض علشان يساعدوا صديقهم المفلوج، صح كده؟ صح كده. تخيلي معايا بقى يا مولي كده. تخيلي يا مولي. اتفضلي يا مس. انت جميله قوي. شكرا. تخيلي يا مولي معايا كده مثلا لو اصحاب المفلوج الاربعه يا اصحابي كل واحد كان عايز حاجه معينه، يعني مثلا اول واحد كان عايز يوديه فعلا لبابا يسوع، وتاني واحد مثلا كان عاوز يوديه مكان حلو قوي علشان يفسحه ويخليه يغير جو كده بدل ما هو قاعد. دي فكره حلوه، نروح معاهم. فكره حلوه انه يفسحه، وفي نفس الوقت بقى تخيلي صاحبهم التالت عايز يوديه برده مكان حلو قوي قوي يا اصحابي عشان ياكل اكله حلوه ترمى عظمه كده. ترمى عظمه بالظبط. ماشي.
والرابع بقى قال لا 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 يا جماعة، أنا مش هوديه في حتة، أنا هخليه قاعد في البيت زي ما هو ونطلب دليفري. ونطلب دليفري، برافو عليك، حلوة دي. وعشان ما نتعبوش، ده الدنيا أكيد هتبقى زحمة برة. تخيلي بقى لو كل واحد من الأربعة دول يا مولي كان ليه هدف مختلف، يا ترى كانوا هما الأربعة فعلا هيودوا المفلوج لبابا يسوع وفعلا تتم معجزة بشفائه، ولا كان إيه اللي هيحصل؟ مش هيحصل حاجة، كل واحد بمخه بيفكر في فكرة غير التاني. هيعملوا إيه؟ هيفضل قاعد مكانه، مش هيتحرك ولا هيخف أبدا. برافو عليكي. يبقى أول شرط يا مولي ويا كل أصحابي من شروط التعاون إن يكون في هدف، والهدف ده يكون الكل متفق عليه، ومش بس كده، لازم الهدف ده يكون واضح، يعني مش بس يكون في هدف وكل واحد يفهمه على مزاجه، لا لازم يكون واضح. يبقى أول نقطة في شروط التعاون يا مولي هي وضوح الهدف. أول نقطة إيه؟ وضوح الهدف. برافو عليكي، انت شطوره جدا جدا جدا. عارفه يا مستي، قولي لي، انا فكرت في حاجه كده بس مش عارفه صح ولا لا. لا قولي لي على طول نفكر سوا. تخيلت كده لو واحد من اصحابه الاربعه رفع الحبل رفعه قويه قوي اكتر من اللي حواليه، او مثلا نزله لتحت خالص اكتر من اللي حواليه، اكيد يا عيني المفلوج العيان الغلبان ده كان هيقع ويتكحرط من على السرير يتكسر خالص. صح يا مولي، برافو عليكي، انتي شاطره جدا وفعلا مركزه في الحدوته قوي. فعلا يا اصحابي، لو كان حد من الاربعه شد الحبل قوي قوي او ما شدش الحبل زي بقيه زمايله، فعلا ما كانش هيقدر يوصلوا بالهدف اللي هم عايزينه ان هم ينزلوا صاحبهم المفلوج ده قدام الرب يسوع. كنت هتحصل بقى مشكله كبيره قوي، ممكن كان يقع او ممكن يحصل اي حاجه تانيه. فتاني حاجه مهمه قوي من شروط التعاون ان يكون بالطريقه المناسبه على قد الاحتياج، لا اكتر ولا اقل. على قد الاحتياج ولا اكتر ولا اقل. يبقى احنا كده اخدنا شرطين من شروط التعاون. ايه اول شرط؟ هدف واحد واضح الكل عارفه. برافو عليكي، يبقى وضوح الهدف. وتاني حاجه، التعاون بيننا يكون بطريقه مناسبه على قد الاحتياج، لا اكتر ولا اقل. برافو جدا، يبقى تاني شرط يكون على قد الاحتياج. طيب تالت حاجه بقى عايزاكي تركزي فيها قوي 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 عشان هتفهمك قوي كانت ايه مشكلتنا في المسرح. ماشي ماشي. بصي، تخيلي معايا كده يا مولي انت وكل اصحابنا، لو واحد من الاربعه قال لصاحبه التاني اللي ماسك جنبه، بقول لك ايه، انت شكلك ماسك الحبل بالطريقه الغلط، انت هو انت ليه ماسك كده بايديك الاثنين وماسك جامد قوي كده، ما تمسكه بايد واحده بقوه من بعيد، انت كده هتمسكه احسن مثلا. او تلاقي واحد قال برضو لصاحبه اللي جنبه، بقول لك ايه، انت شكلك ضعيف ومش قادر تمسك الحبل كويس، انا بفكر امسك انا الحبل من هنا وكمان من الحته بتاعتك، وانا عشان قوي انا هقدر امسكهم كويس احسن من انت تمسكه. او مثلا يا مولي، واحد يقول للتلاتة، بقول لكم ايه، انتوا شكلكم مش هتعرفوا تمسكوا الحبل كويس، انا بفكر احاول اعلق الحبل في اي حتة او امسك انا على قد ما اقدر بقوة كده وانزل انا صاحبنا المفلوج قدام الرب يسوع وعشان تتم يعني معجزة شفائه كده. تفتكري لو كل واحد فيهم عمل الحاجات اللي احنا تخيلناها مع بعض دي، كان كده هيحقق الهدف اللي هم جايين علشانه، ولا ما كانش هيحققه؟ لا ما كانش هيحققه. طيب هو ده معنى ايه؟ هو انا عملت كده في المسرح؟ بصراحة يا مولي بصي حبيبتي، هقولك احنا اتفقنا ان انت جميلة قوي، صح؟ جميلة ايه بقى يا مستي، كل حلقة باجي واحكي لكم حكاية تقولولي ان انت غلطانة ومش بتعلم، كل مرة باجي بقول بعمل غلطات اكتر من المرة اللي قبلها. مولي وحشة خالص يا
يا روحي. لا ما نعيطش ما نعيطش، انت بنوته جميله قوي. لا 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 ما تزعليش. بصي يا مولي هقول لك على حاجه، اسمعيني. اتفضل. احنا كلنا بنتعلم، صغير وكبير كلنا بنتعلم، ومش معنى ان انا عملت حاجه غلط ان انا ابقى وحشه، لا خالص. انت عارفه بيعمل حاجه غلط ده برده بيبقى جميل. ليه؟ لانه بيعرف غلطه ومش بيكرره، بيفهمه كويس قوي. فانا دلوقتي انت فهمتي ان انت اتصرفتي بطريقه ما كانتش صح، برغم ان انت كانت نيتك كويسه، كنت عايزه تساعديهم وتتعاوني معاهم. أيوة. عشان المسرحيه، بس اتفقنا ان التعاون ده كان بطريقه مش صح. عشان كده المهم قوي سواء في قصه المفلوج او في الحدوته بتاعت المسرح بتاعك، ان كل واحد يا اصحابي ليه دور واضح. كل واحد من الأربعة كان لازم يمسك الحبل من الطرف بتاعه كويس قوي، وكلهم يشدوا مع بعض أو ينزلوا مع بعض عشان يوصلوا للهدف بتاعهم. ونفس القصة في المسرح، كل واحد ليه دوره. يعني مثلا يا مولي حد بيمثل غير اللي بيخرج، غير اللي بيكتب السكريبت بتاع المسرحية، غير المسؤول عن الإضاءة، عن الحركة، عن الموسيقى. كل واحد ليه دور واضح. عندك حق، انا كده فهمت واتعلمت. برافو عليكي. يبقى كده تالت شرط من شروط التعاون هو ان كل واحد ليه دور واضح. ليه دور إيه؟ واضح. برافو. يبقى احنا كده اخدنا تلت شروط للتعاون، ايه هما يا مولي؟ وضوح الهدف. برافو عليكي. وعلى قد الاحتياج، ولا شطورة. اكتر ولا اقل. وتالت شرط للتعاون دور واضح. انت شاطره جدا 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 جدا. شكرا. طيب. يا مستي علمتيني حاجات حلوه قوي النهارده. طيب خليني بقى اقولك على ثلاث حاجات مهمه جدا جدا نركز عليهم قبل ما نتعاون مع حد. ماشي. يبقى احنا اخدنا اول حاجه ثلاث حاجات كان شروط التعاون، صح كده؟ صح كده. طيب دلوقتي هناخد ثلاث حاجات مهم جدا يا مولي انت وكل اصحابنا ان احنا نركز عليهم قبل ما نتعاون مع حد. ايه هما الحاجات دي؟ ايه هما بقى؟ اول حاجة يا مولي اني اعرف امكانياتي. اعرف امكانياتي؟ يعني ايه دي؟ ممكن توضحيلي؟ يعني هقولك. اعرف امكانياتي؟ هقولك. مش فاهمة. تخيلي ان انتي حد من اصحاب كوجي اخواتنا مثلا عنده 14 او 15 سنة. yeah. واحد بيذاكر، واحد بيذاكر مواد كتيرة كتيرة كتيرة، وحاسة ان هو محتاج مساعدة. ممكن مولي تروح تساعده ولا ما ينفعش تروح تساعده؟ لا مش هعرف، هو بياخد دروس كبيره خالص عليا. برافو عليكي شاطره. يبقى انا هعرف امكانياتي الاول، وبعد كده اشوف هقدر اساعد اللي قدامي ولا لا. يبقى اول حاجه ايه؟ لازم اعرف امكانياتي. شاطره جدا. تاني حاجه ممكن توضح لك الموضوع ده اكتر، لو مثلا وانا صغننه كده يا مولي عايزه اساعد ماما في المطبخ، ولقيتها بتعمل لنا مثلا صينيه بطاطس بالفراخ ورز، او مكرونه باللحمه المفرومه، او مكرونه يا ستي باللحمه المفرومه، او جلاش بالبشاميل. ايوه اي حاجه اي حاجه يا مولي. ماشي. شكلك جعانه كده. طيب اي حاجه ماما بتعملها على البوتاجاز واحنا لسه صغننين خالص، وانا بقى شبطانه ساعد ماما ساعد ماما، ينفع اخش المطبخ وافضل مصر ان انا ساعد ماما وانا اصلا مش طايل البوتاجاز وعايز اعمل حاجه على النار؟ هو انا كده اعرف اساعدها؟ لا طبعا مش هينفع، لازم اعرف امكانياتي. برافو عليكي. عشان كده لو انا في المسرح يا مولي ينفع امثل واخرج واركز في الحركه واركز في الاضاءه واركز في كتابه السكريبت واعمل الملابس واعمل الموسيقى واعمل كل حاجه كل حاجه، ولا اعرف ايه؟ فهمت قصد حضرتك. لا طبعا ما ينفعش. يبقى لازم اعمل ايه؟ اعرف امكانياتي. وعاوزه اقول لك على حاجه يا مولي، انت عارفه ان انت تقدري تعملي كل الحاجات دي زي ما انت نفسك تعمليها؟ ازاي؟ ها؟ لازم تتدربي كويس قوي على كل حاجه فيها، وتروحي تعمليها في الوقت المناسب ليها. يعني انت رايحه المسرحيه عشان دلوقتي بتمثلي، يبقى تركزي في دورك انك هتمثلي، لان امكانياتك دلوقتي ان انت تمثلي. ممكن كمان شويه تعرفي تمثلي وتعرفي تكتبي مثلا سكريبت.
بتاع المسرحية. ممكن كمان شوية تحسي ان انت بتحبي قوي قوي ان انت تصممي مثلا ملابس وتعمليها، او بتحبي مثلا تركزي في حركات الناس، او بتحبي تسمعي موسيقى وتجيبي تراكات مثلا للمسرحية. فمرة على مرة على مرة تتعلمي الحاجة تقدري تعمليها، لكن اهم حاجة ان انت تعرفي امكانياتك وتركزي على الهدف اللي انت عايزاه وتقومي بيه بصورة كويسة عشان يطلع باحسن صورة. ها ياه. طيب قولي لي ايه تاني عشان انا متشوقة جدا اتعلم كل يبقى اول الحاجة. حاجة اعرف امكانياتي، تاني حاجة موافقة الشخص اللي انا هتعاون معاه، يعني موافقة صديقي. ايه موافقة صديقي؟ هو انا صديقي ممكن اصلا يرفض ان انا اتعاون معاه واساعده؟ طبعا. ايه ده؟ ممكن، هقولك يا مولي، ممكن يكون حد مش عاوز يتعاون مع حد تاني، مش علشان حاجة، هو قادر يعمل الحاجة دي لوحده. فمن من الاصول اللي المفروض اعملها، انا دلوقتي عايزه اساعد مالي في حاجه، يبقى اروح اسالها الاول: يا مالي انت محتاجه مساعدتي؟ محتاجه ان انا اتعاون معاكي عشان نعمل الحاجه الفلانيه؟ لو قالت لي اه هنتعاون مع بعض وهنعملها. طب لو قالت لي لا، ما زعلش على فكره وما تضايقش، لان كل واحد عارف امكانياته ان هو هيقدر يعمل ده. فساعتها انا ما ينفعش اساعدها يا مالي ولا اتعاون معاها، لان انا كده هكون بضايق مش بساعدها وبخليها مبسوطة. يبقى تاني حاجة لازم اتأكد منها قبل ما اتعاون مع حد هي ايه؟ صاحبي يوافق ولا لا؟ صح كده؟ صح، برافو عليكي. اخر حاجة لازم اخد بالي منها كويس قوي، ايه؟ ان لازم يكون الهدف بتاع التعاون هدف صحيح، يعني هدف صحيح. هدف صحيح، هدف حلو. يعني ما ينفعش يا مولي انت وكل اصحابنا ان انا اتعاون مع اصحابي في ان انا مثلا اضايق حد، او اتريق على حد، او مثلا اعمل انا واصحابي حاجة بالكلام او بالحركات كمقلب مثلا في حد. ما ينفعش يبقى هدف التعاون حاجة وحشة، لازم يبقى هدف صحيح وجميل. عندك حق يا مستي، احيانا كده بشوف شوية من اصحابي مثلا في المدرسة كلهم مع بعض بيهزروا مع واحد لوحده كده بشكل بيضايق كده ومش لطيف. ايوه ده صح بقى ولا غلط؟ لا غلط، مش صح، لازم نتعاون في اهداف حلوة. برافو عليك. يبقى راجعي معايا كده، ايه الحاجات اللي لازم اتأكد منها قبل ما اتعاون مع حد؟ ثلاث حاجات برضو، ايه هما؟ اعرف امكانياتي. شاطرة. وصاحبي يكون موافق ان انا اساعده. برافو. وثالث حاجة؟ يكون هدفنا في التعاون والمساعدة حلوة وجميل. برافو عليكي، يبقى هدف صحيح. انت شاطرة جدا جدا. يلا بينا نخرج مع كل اصحابنا يا مولي نشوف فاصل حلو قوي قوي عن بشارة فرح، حاجة حلوة قوي قوي قوي، ونرجع هيبقى معانا مفاجآت كتيرة جدا. ركزوا معانا واستنونا وارجعوا لنا تاني. اهلا بكم يا كل حبايب الشطار. يلا بسرعه كل واحد وواحده فينا يجهز كتابه المقدس علشان هنقرا فيه النهارده مع بعض. ما ننساش يا كل حبايبي قلم الالوان بتاعنا اللي هنعلم بيه على الايه بتاعتنا اللي هنحفظها النهارده، وكمان ما ننساش ورقه وقلم علشان نكتب الايه بتاعتنا اكتر من مره علشان نعرف نحفظها بسرعه. احنا حبايبي بنقرا في الكتاب المقدس في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل العبرانيين الإصحاح 11، وانتوا عارفين يا كل حبايبي أن الإصحاح ده بيسموه إصحاح الإيمان. شاطرين. ما ننساش يا حبايبي اللي عنده أسئلة أو اللي حفظ حاجة يبعتها لنا بسرعة علشان نقدر نعرف أن انتوا متابعين معانا، ونقدر نعرف أن انتوا شطار كلكم زي ما احنا متأكدين. تعالوا يا كل حبايبي زي ما تعودنا قبل ما نقرأ في الكتاب المقدس نصلي مع بعض. باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، أمين. اكشف عن عيناي يا رب لأرى عجائب من شريعتك. غريب أنا في الأرض، لا تخفي عني وصاياك. كما يشتاق الإيل لجداول المياه، اشتاقت نفوسنا إليك يا الله. أعطينا يا رب إرشاد روحك القدوس علشان نفهم ما يقول الروح القدس على لسان معلمنا قديس بولس الرسول في رسالته إلى أهل العبرانيين. بركاته على جميعنا أمين. تعالوا يا كل حبايبي نراجع مع بعض الآيات اللي حفظناها قبل كده، ونكمل بقية الآية بتاعة النهاردة.
وأما الإيمان فهو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى، فإنه في هذا شهدا للقدماء. بالإيمان نفهم أن العالمين أتقنت بكلمة الله حتى لم يتكون ما يرى مما هو ظاهر. آية النهاردة بتقول بالإيمان قدم هابيل لله ذبيحة أفضل من قايين، فيه شهد له أنه بار، الشهد الله لقرابينه، وبه وإن مات يتكلم بعد. تعالوا يا حبايبي نقرأ الآية مرة تانية. بالإيمان قدم هابيل لله ذبيحة أفضل من قايين، فيه شهد له أنه بار، الشهد الله لقرابينه، وبه وإن مات يتكلم بعد. حلوة الآية دي قوي يا رب، لكن يا ترى معناها إيه؟ ومين هو هابيل ومين هو قايين دول؟ بص يا حبايبي، قايين وهابيل دول ولاد أبونا آدم، ودول أول ولاد للاتنين دول آدم وحواء. وبعدين انتوا عارفين يا ولاد لما الإنسان سقط الله بدأ يجهز العقل البشري علشان يفهم يعني إيه خلاص، ويفهم كمان يعني إيه فداء، ويفهم يعني إيه كمان ذبيحة، ويعني إيه ذبيحة دموية. فعلشان كده فاكرين عمل إيه في الأول خالص؟ عمل ذبيحة وعمل قمصان من جلد لآدم علشان يغطي بيه إن هو عريان. قوم كمان ولادهم بدأوا يعملوا حكاية الذبيحة ديت، وعلشان هابيل كان بيحب ربنا قوي 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 وفرحان بربنا قوي قوي قوي، فقام قال أنا هقدم ذبيحة، وجه قايين هو كمان قال وأنا كمان أقدم ذبيحة. لكن هابيل كان بيشتغل راعي، فراح جاي وراح جايب من أول الخراف بتاعته والحاجة الحلوة خالص خالص كده، وراح مقدمها ذبيحة لربنا. راح جه هابيل وراح جايب خروف حلو قوي 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 وراح مقدمه ذبيحة لربنا. وكمان قايين جه وراح جايب من ثمر الأرض وراح مقدم ذبيحة. لكن ذبيحة أبونا هابيل كانت ذبيحة حلوة. ليه؟ علشان كانت بترمز للمسيح، كانت ذبيحة دموية، وكمان أبونا هابيل قدمها بفرح حلو خالص خالص خالص. لكن قايين قدم ذبيحة والسلام. الله، طيب أنا يا رب أعمل إيه علشان إيماني أنا كمان يكون بصدق ويكون بفرح؟ هو أنا لازم أقدم ذبيحة؟ هو أنا لازم لو ما قدمت الذبيحة يبقى أنا كده يعني أنت مش فرحان بيا؟ لا خالص يا حبايبي، ربنا فرحان بينا في كل وقت، واللي يقدر يقدم تقدمة أو ذبيحة ربنا كمان بيكون مبسوط منه. إحنا لما بنحط العطا في الكنيسة بنحط من العشور بتاعتنا، هي دي كمان ذبيحة. طيب يا رب أعمل إيه علشان إيماني يزيد؟ أيوة، أنا هصدق في وعود ربنا ليا وأحاول أقدم ذبيحة شكر وفرح لربنا. حقيقي يا رب، كتاب المقدس روح وحياة. ورجعنا لكم مرة كمان مع كل أصحاب حبيبتي مدارس الأحد. والنهاردة يا أصحابي معانا مفاجأة حلوة قوي قوي قوي. بصراحة المفاجأة دي يا أصحابي هتبقى معانا في حلقات كتيرة جدا، وهو ضيف هيحكي لنا قصص وحكايات حلوة قوي قوي عن تاريخ كنيستنا القبطية. يلا نرحب بقى يا كل أصحابي بعم أصيل. أهلا أهلا يا ميسي كريستين، وأشكرك على المقدمة الجميلة دي. أهلا بيك يا عم أصيل. بصراحة
أنا وكل أصحابنا فرحانين جدا 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 إن أنت هتبقى معانا، عشان أكيد هتحكي لنا قصص وحكايات حلوة قوي عن تاريخ كنيستنا القبطية. وأنا كمان مبسوط جدا إن أنا معاكم ومع كل أصحابنا اللي بيشوفونا وهم في البيت. بس أنا عايزة أقولك حاجة يا ميس كريستين. قولي. تاريخ كنيستنا القبطية تمام؟ يعني تاريخ كبير جدا جدا وعظيم جدا جدا، وفي قصص وحكايات حلوة قوي قوي قوي. أمال إيه ده، إحنا يعني مهما حكينا عن القديسين والآباء اللي في تاريخ الكنيسة مش هيكفي، ومهم جدا كلنا نعرف تاريخ كنيستنا. طيب هو ممكن تقول لنا يا عم أصيل فعلا هو إيه أهمية تاريخ كنيستنا القبطية؟ أنا وعيلتي على مر التاريخ يعني بنعمل حاجة مهمة جدا جدا. إيه بقى يا ميس كريستين؟ إن إحنا بنحاول ننقل كده ونحكي كل تاريخ كنيستنا لكل الناس، لأن هو مهم جدا. طبعا. أمال إيه يعني؟ والأهم من ده كله إن تاريخ كنيستنا دوت يعني أساسه متين. أيوة. يعني إيمان كنيستنا أساس متين وقوي كده يعني. لأن اللي أسسه هو رب المجد بنفسه. بالزبط. وكمان من بعده الآباء الرسل والقديسين، ومن بعدهم البطاركة، بطاركة كنيستنا اللي كان أولهم مين؟ ماري مرقس الرسول. كنيستنا فيها قديسين كتير وآباء كتير جدا جدا يا ميس كريستين، ضحوا بحياتهم علشان خاطر يدافعوا عن الإيمان السليم المستقيم من غير أي تغيير. الله، هو كل ده يا عم أصيل موجود فعلا في تاريخ كنيستنا القبطية؟ طبعا، أمال إيه، وأكتر من كده بكتير. ده فيه قصص وحكايات عن قديسين بقى بتعلمنا حاجات حلوة قوي قوي قوي، بتعلمنا كمان سلوكيات في حياتنا جميلة. الله، بصراحة بقى يا عم أصيل أنا واثقة إن كل أصحابنا وأنا بصراحة متشوقين قوي قوي نسمع من الحواديت الكتيرة قوي اللي أنت أكيد محضرها لنا عن تاريخ كنيستنا القبطية. وأنا جايب لكم قصة جميلة جدا. الله، تسمعيها؟ طبعا، أنا وكل أصحابنا مستعدين جدا عشان نسمع الحدوتة. حلوة قوي. حكايتنا عن بطرك كبير جدا اسمه البابا كيرلس الرابع، او زي ما في التاريخ بيسموه البابا كيرلس ابو الاصلاح. وبالمناسبة دي هو على فكرة البابا رقم 110. اوكي، يعني هو البابا كيرلس الرابع اللي بيقال عليه البابا كيرلس ابو الاصلاح البطريرك رقم 110. ايوه بالظبط يا ميسي كريستين. وعلى فكره كل اصحابنا عارفين عنه معلومات كتير. زي يعني ايه؟ زي ايه مثلا؟ ان هو عمل مدارس كتير جدا. أوكي. وعمل اول مطبعه تطبع بقى كتب وحاجات كتيره خالص. وكمان هو اول حد عمل مدرسه لتعليم البنات. الله، ده فعلا هو فعلا عمل حاجات كتير قوي. انا واثقه ان كل اصحابنا هيكونوا عرفوا المعلومات دي منك يا عم اصيل. بس انا بقى جايب حكايه غير ده كله، حاجه جديده عنه. شوقتنا قوي يا عم اصيل، يلا احكي لنا بسرعه. في وقت البابا كيرلس الرابع واحد اسمه سعيد باشا، وكان وقتها ما بين مصر وما بين بلد اسمها اثيوبيا كان في كده حدود. حلو. وكان وقتها الانجليز موجودين جوه مصر. وعملوا كده ايه مشكله، وحصلت كده مشكله على الحته بتاعه الارض اللي هي بتاعه مصر اللي بين الحدود دي بين مصر وبين اثيوبيا اللي هي بلاد الحبشه. فايه اللي حصل بقى؟ لا استنى يا عم اصيل، خلينا ناخد فاصل حلو قوي مع كل اصحابنا يعملوا فيه اشكال كده وركامي وحاجات حلوه قوي، وبعد كده نرجع نسمع الحدوته الجميله اللي انت هتحكيها لنا بقيتها يعني. ماشي، يلا بينا يا اصحابي. Thank you.
طيب نرجع بقى للحكاية الحلوة اللي عم أصيل كان بيحكيها لنا. احنا وقفنا يا عم أصيل عند الحتة اللي انت كنت بتقول فيها ان الحاكم ساعتها بتاع مصر كان اسمه سعيد باشا، وان كان في مشكلة كده ما بيننا وما بين بلاد الحبشة، صح كده؟ ايوه بالظبط كده، كان فيهم على الحدود ومشاكل على جزء في الحدود. أوه. المهم ايه علاقة ده بالبابا كيرلس ابو الاصلاح؟ فعلا هو البابا كيرلس الرابع. سعيد باشا وقتها بعت وقال للبابا كيرلس ان يروح له، وقعد يقول له اني عايزك تروح لبلاد الحبشة للملك بتاع الحبشة وتتكلم معاه عشان خاطر موضوع الارض دي. وفعلا البابا كيرلس عشان هو يعني كان معروف وقتها وكان ليه دور كبير خالص يعني، سافر لبلاد الحبشة وراح هناك عند الملك بتاع الحبشة واتكلم معاه. قبلها اول ما وصل خبر لملك الحبشة ان البابا كيرلس الرابع بنفسه يعني جه وعايز يقابله، عمل استقبال كبير جدا عليه. الله. اباء كنيستنا امال. أيوة. ايه يعني. وراح اتكلم معاه. أوه. وفعلا حكى معاه على القصة دي وخلاص على كده والمشكلة خلصت. ايه ده يعني يا عمو اصيل فعلا ملك الحبشة وافق بسهولة كده انه يحل المشكلة اول لما البابا كيرلس الرابع راح واتكلم معاه؟ ايوه امال ايه، على طول. بس حصلت مشكلة. حصلت مشكلة؟ للأسف الإنجليز. أيوة. راحوا للملك بتاع الحبشة وقعدوا كده يقولوا له ان البابا كيرلس ده بيضحك عليك وعايز ياخد الارض. ايه ده؟ فملك الحبشه ابتدى ايه بقى؟ اتضايق، لكن البابا كيرلس ما سكتش وقعد يكلم الملك بتاع الحبشه لغايه لما فهمه وقال له على فكره الانجليز هم اللي عايزين يعملوا مشكله ما بين مصر وما بين الحبشه ويعملوا حرب كبيره بينهم. والملك اقتنع وخلاص ما بقاش في مشكله. انا كنت قلقانه قوي لما انت قلت ان الملك بدا الانجليز دي يفكروا ويلعبوا في دماغه، كنت خايفه فعلا ما يقتنعش، بس واضح ان البابا كيرلس الرابع كان فعلا كلامه مقنع قوي قوي لملك الحبشه فوافق، صح كده؟ ايوه طبعا امال ايه، ده البابا كيرلس ما مشيش غير لما خلص المشكله دي خالص. واضح يا عم أصيل وواضح يا كل أصحابي أن فعلاً البابا كيرلس الرابع ده بطل قوي جداً جداً، لأنه فعلاً قدر يحل مشكلة أعتقد كانت وقتها مشكلة كبيرة قوي ما بين مصر وما بين بلاد الحبشة. بالظبط كده، بطل كبير مش أي بطل. عشان كده كنيستنا القبطية الأرثوذكسية بتحتفل بعيد نياحته يوم 23 طوبة. يوم 23 طوبة. بالظبط كده، في معلومات حلوة قوي 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 يا عم أصيل. أنا عاوز أقول لك على حاجة، أكيد حضرتك عارف إن إحنا النهاردة أنا ومولي وكل أصحابنا وحضرتك كمان شاركتنا إن إحنا كنا بنتكلم مع أصحابنا عن التعاون، وقد إيه التعاون ده مهم وليه شروط وليه حاجات كتيرة قوي، وكمان القصة اللي حضرتك حكيتها لنا النهاردة بتبين قد إيه التعاون مهم قوي عشان نقدر نوصل للهدف اللي إحنا عاوزينه. طبعاً أمال إيه، عارف طبعاً إنها بتحكي عن التعاون موضوع الحلقة. طيب تفتكر بقى يا عم أصيل أصحابنا كانوا مركزين معانا في الحواديت الكتيرة وفي المعلومات اللي إحنا قلناها نقدر نسألهم فيها، ولا تفتكر هم مش مركزين؟ لا احنا يعني اصحابي كلهم بيكونوا بيركزوا خالص، بالذات في حبيبتي مدرسه الاحد، وبيسمعوا. أيوة. كل التفاصيل فيها. ايوه دي حقيقه، علشان كده انا بطلب من كل اصحابنا اللي هم كانوا مركزين معانا في الحلقه كلها وبالذات الفقره الحلوه قوي قوي مع عم اصيل والحدوته الحلوه اللي هو حكاها لنا عن البابا كيرلس الرابع اللي بيقال عليه البابا كيرلس ابو الاصلاح. حلو. وعشان كده يا عم اصيل احنا بنشكرك جدا 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 على الحكايه الحلوة دي، ومستنيين منك حكايات كتيرة قوي قوي أنا وكل أصحاب كوجي إن شاء الله في المرات اللي جاية. شكرا شكرا، وأنا كمان مبسوط أني كنت معاكم. وإحنا كمان يا عم أصيل كنا مبسوطين جدا. يا رب يسوع
أنا تعلمت جوه الكنيسة حاجات كتير. أنا فرحان علشان أنت خليت قلبي قلب كبير. يا رب يسوع أنا تعلمت جوه الكنيسة حاجات كتير. أنا فرحان علشان أنت خليت قلبي قلب كبير. اتعلم أحب الغير، اتعلم أساعد فقير، اتعلم أعمل الخير لأي حد يكون تعبان، اتعلم أشكر تملي، اتعلم أصوم وأصلي، اتعلم أصالح اللي كان في يوم مني زعلان. انت المحبة، انت الحنان،
البنات في البيت بسرعة بسرعة، كلنا يلا نلبس الإشارة زي أنجلينا ومسكوكي، يلا بسرعة نستعد للصلاة. ولاد أيوة وبنات أهو واقفين لبسنا الإشارب يا مولي، يلا انت كمان البسي الإشارب بتاعك علشان كلنا نرفع قلبنا ونصلي مع بعض سوا. ماشي جاهزة يا مولي بقى عشان انت تصلي بينا المرة دي؟ طبعا. طيب يلا بينا. بسم الآب والإب والروح القدس الإله الواحد آمين. بشكرك يا بابا يسوع ان انت جبتني في الحلقة النهاردة عشان اتعلم حاجات حلوة. علمتني على لسان مسكوكي، علمتني التعاون وازاي ان انا اساعد الناس صح واستأذنهم وما اعملش كل حاجة لوحدي، لازم بنتساعد سوا واحنا اكننا فريق. يا بابا يسوع علمتني حاجات حلوة قوي، مش عارف اشكرك على ايه ولا ايه. بشكرك ان انت علمتني حاجات حلوة وان انا جيت النهاردة وقابلت اصحابي ابانوب وانجلينا. شكرا يا رب على كل فرصة جميلة بتدهلنا نتعلم حاجات حلوة. شكرا ان احنا بنروح بيتك وبنصلي وبنتعلم. بنشكرك يا بابا يسوع على كل الحاجات الجميلة اللي انت مديها لنا في حياتنا. بنشكرك على صحتنا وبنشكرك على عيلتنا وبنشكرك على اصحابنا وكمان الخدام اللي في الكنيسة. بنشكرك يا بابا يسوع، من فضلك يا بابا يسوع المرضى اشفيهم والحزان عزيهم والمحتاجين اديهم والأرامل والأيتام أعينهم بشفاعة ماما العذراء والبابا كرولوس والشهيد ماري جرجس وماري مينا وكل الشهداء والقدسين اللي أرضوك بأعمالهم الصالحة منذ البدء. اسمعنا لما نقولك بصوت جميل، أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. بسم الآب والإب والروح القدس الإله الواحد آمين. حقيقي حلقتنا خلصت بسرعة جدا جدا، بس فعلا كان معانا صحابنا الحلوين، وكان معانا كمان مولي وصحابنا أبانوب وأنجلينا نورونا النهاردة. طبعا وعم أصيل، وان شاء الله برضو هيبقى فيه عم داود، ناس كتير قوي كانوا معانا وهيبقوا معانا في حلقتنا. خلينا نشوفكوا ان شاء الله الحلقة الجاية. يلا نقول باي باي. باي 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 يا اصحابي باي.